خلونا نوريكم. شوف الطبلون، هذا الطبلون، هذه الشاشة مثل ما قلنا أكبر شاشة على سيارات الهوندا، موجودة في الهوندا الأكورد. هنا تدفق الطاقة، برضه تدخل عليها من هنا، تقدر تدخل عليها من هنا. شوف تدفق الطاقة، شايفين الرجوع، تحديثات النظام، الساعة، البوصلة، كمبيوتر الرحلة، إعداد. بالنسبة لوضعيات القيادة، رياضي، عادي، فرد، وضعية الإيكو برضو موجودة. هذه الكاميرا، هذه الكاميرا صفوتها، وهذا الطبلون طول عمركم. شو رأيكم؟ بروجيكتر